أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية أن الخدمات البلدية تشهد تقدما مضطردا يواكب مسيرة النماء والتطور الحضاري لمملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الصعيدين الديمغرافي والعمراني. ونوه معالي لدى زيارته وزارة شؤون البلديات والزراعة بالكوادر الوطنية التي تعمل على إدارة وتنظيم وتقديم الخدمات البلدية بكل كفاءة مسخرة ما تمتلكه من خبرات ومهارات للارتقاء بجودة الخدمات على نحو يسهم في الحفاظ على المستوى المتقدم لمملكة البحرين كبيئة داعمة للتنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين. ولدى وصوله مبنى الوزارة كان في مقدمة مستقبلي سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وعدد من المسؤولين. وخلال الزيارة أكد معالي أهمية المبادرات والمشاريع البلدية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وجذب الاستثمارات وتنمية الإيرادات البلدية والتي امتد نطاق تنفيذ وإدارة وتطوير البعض منها كالأسواق المركزية والمراكز التجارية والواجهات البحرية إلى القطاع الخاص الذي أثبتت الشراكة مع مؤسساته نجاح هذا النموذج الذي يدفع القطاع الخاص ليتبوأ دورا أكبر كمحرك رئيسي في عملية التنمية وخلق فرص النوعية للمواطنين. واستمع معالي في هذا الجانب إلى شرح من سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة خلال دورة الميزانية الحالية بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 32 مليون دينار. وأثنى معالي على الدور الذي يطلع به المركز البلدي الشامل التابع للوزارة والذي يتمثل في إصدار رخص بناء المشاريع بجميع أنواعها لا سيما الاستثمارية منها، مشيدا بمواكبة الوزارة لواحدة من أهم سياسات برنامج الحكومة وهي تبني التقنيات الحديثة وتعزيز التحول إلى الخدمات الإلكترونية والرقمية. كما أعرب معالي عن شكره لشركات التطوير العقاري التي تواصل رفد السوق المحلية بمزيد من المشاريع النوعية والتي يتم الترخيص لبنائها عبر نظام بنايات. واستمع معالي في هذا الصدد إلى شرح من الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار الشركة المطورة لمشروع مراسي البحرين حول مكونات مشروع مراسي تراسيز بوصفه أكبر مشروع مبنى سكني من حيث كلفته التقديرية البالغة حوالي 13 مليون دينار الذي صدرت رخصة بنائه خلال العام الجاري. وعلى هامش الزيارة تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بتدشين الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون البلديات والزراعة في نسخته المطورة التي تمكن مستخدمي الموقع من الاستفادة من حوالي 75% من الخدمات البلدية إلكترونياً. هذه الزيارة تأتي من اهتمام ودعم معاليه المستمرين للوزارة لتقديم أفضل المشاريع والبرامج والخدمات للفرد والمجتمع. تم على هذه الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أهم هذه المشاريع مشروع البوليفارد في ضاحية السيف، مشاريع الاستثمارية المتميزة في منطقة السيف، أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الثقافة بشأن ما يتعلق بترميم مبنى شؤون البلديات، هذا المبنى لما له من رمز ثقافي وحضري وتاريخي ودلالات. أيضا تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركة البحرين لاستثمار العقاري
العقاري لتطوير بعض المشاريع الاستثمارية فيما يتعلق بمرفأ خليج توبلي، مرفأ راس ريا، وأيضا تطوير عدد المشاريع الاستثمارية في محافظة العاصمة. أيضا تم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة الشمبات والزراعة، والذي يتضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية ضمن جهود الوزارة التحول الرقمي ضمن معطيات وسياسة الحكومة الموقرة للتحول الرقمي. تدشين معالي لهذا الموقع الجديد شكل نقلة. تقريبا اليوم 75% من خدمات الوزارة تقدم إلكترونيا، مع الربع الأول من عام 2023 بإذن الله سيكون هناك تحول 100% للخدمات الإلكترونية. أيضا تدشين تطبيق الهاتف الذكي. تم توقيع اتفاقية ترميم وإعادة تأهيل مبنى شؤون البلديات على شارع الحكومة بالمنامة. هذا المبنى الذي شهد على محطات مهمة في تاريخ البحرين المعاصر والذي افتتح عام 1962، يأتي هذا الترميم إيمانا منا بأهمية إعادة تأهيل المباني التاريخية لما تحمله من معاني مهمة في تاريخ البحرين. وجرت هذه الاتفاقية في طور جهود الهيئة في ترميم مقار الجهات الحكومية المختلفة، فقد سبق وأن رممت الهيئة تعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات مبنى البريد الواقع على شارع الحكومة كذلك، وتم تخصيصه الآن كمبنى بريد رئيسي في المنامة. لا شك أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم، دعم إلى المشاريع البلدية حقيقة دائما معاليه يتابع هذه المشاريع باهتمام مستمر. مشاريع الخدمات البلدية هي مشاريع متنوعة، لا شك أنها تمس يعني نسبة كبيرة من المجتمع. احنا نسعى حقيقة في وزارة شؤون البلديات والزراعة ان نقدم افضل الخدمات الى المواطنين. احنا مستمرين بإذن الله والبناء على ما تحقق من انجازات في ظل النهضة اللي تشهدها مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم.